من اسطنبول مراسلنا هناك علام صبيحات. إذن زيارة وزير الخارجية الألماني إلى تركيا، أبرز ما نتج عن هذه المباحثات بين الوزيرين التركي والألماني. نعم أحمد، دعنا بداية نبدأ بأن فكرة إجراء هذه الزيارة هو بحد ذاته أمر مهم، لأنها كان من المفترض أن تجرى في أواسط أكتوبر الماضي، ولكنها ألغيت من الجانب الألماني في ذلك الوقت بسبب عمليات التنقيب التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط. وزار خلالها في ذلك الوقت الوزير الألماني فقط اليونان في ذلك الوقت، وبالتالي الزيارة اليوم تأتي بناء على تطورات حصلت وقبل تطورات ستحدث. التطورات التي حدثت متعلقة ب يعني وقف عمليات التنقيب او سحب سفينة بربروس التركية للتنقيب، وقبل المحادثات التركية اليونانية التي ستجري في 25 من الشهر الجاري. الجانبان التركي واليوناني في المؤتمر الصحفي اليوم تحدثا عن ان هناك بوادر إيجابية لتحسن العلاقات بين الجانبين التركي والأوروبي بشكل عام، وان هناك خطوات جيدة حدثت بالفعل من الجانبين. الجانب التركي حاول التركيز على ان الخطوات من الجانب الأوروبي كانت إيجابية، وبالتالي كان هناك رد من الجانب التركي على هذه الخطوات الإيجابية بخطوات إيجابية مماثلة. على الجانب الآخر رد عليه وزير الخارجية الألماني بالقول ان سحب تركيا لسفينة بربروس للتنقيب من المياه الإقليمية القبرصية كان خطوة إيجابية أدت إلى الخطوات الإيجابية من الجانب الأوروبي، بمعنى أنه يقول إن الخطوات بدأت من الجانب التركي الذي تراجع نوعا ما بحسب ما قال ضمنيا الجانب الألماني، وبناء عليه جاءت هذه الخطوات التركية. الجانبان أيضا أكدا على ضرورة تفعيل آليات تعزيز الحوار بين الجانبين من جهة، وبين الجانب التركي والجانب الأوروبي من جهة ثانية، ولكن تم التركيز بشكل كبير على موضوع المحادثات الاستكشافية التركية اليونانية التي ستعقد في 25 من الشهر الجاري، على أنها بداية مهمة رغم أن هناك الكثير من التفاصيل التي لا تزال عالقة بين الجانبين، ولكن الجانبان أجمعا على أنها بداية مهمة لإطلاق حوار شامل بين الجانبين قد يؤدي إلى نتائج إيجابية. نعم علام صبيحات مراسلنا في إسطنبول، شكرا جزيلا لك.